السلام عليكم، أهلا بيكم يا شباب في سكشننا، سكشن رقم 2 في الجزء الثاني. النهاردة بإذن الله هنحل مع بعض مسائل على الـ if condition وعلى الـ while loop. المسائل دي موجودة في شيت نمبر 2، هتلاقوه موجود على صفحتنا على التيمز. أوكي، طيب تعال نشوف السؤال الأول. السؤال الأول زي ما عودتكم بنجيب مثلا اكواد بسيطه قوي فيها ايرورز وبنحاول نايدنتيفاي الايرور ايه ونصحح الايرور. طيب جميل جدا. بالنسبه للجزئيه الاولانيه، ايه الايرور اللي موجود هنا؟ while تمام وفتحت قوس واديت له كونديشن ان السي اقل من او يساوي 5، هتعمل ايه؟ فتحت قوس مجموعه علشان خاطر الكود بتاع الوايل اكتر من سطر واحد، بس انا عايز اتاكد ان احنا بنسجل تمام. هنعمل ايه؟ هنعمل اللاين ده واللاين ده، هنضرب البرودكت في سي ونسجله تاني في البرودكت ونزود السي. ايه الايرور اللي ممكن يبقى موجود هنا؟ اكيد زي ما حضراتكم لاحظتوا، زي ما انا هحلها دلوقتي حالا، الايرور اللي موجود ان فتحت قوس للبادي بتاع وايل لوب ونسيت اقفله، يبقى ده اللي كان ناقص. طيب تمام جدا. الجزئيه الثانيه، الجزئيه رقم بي، معايا امر سكان اف. وامر سكان اف ده يا شباب بيستخدم زي ما احنا عارفين لادخال قيمة من الكيبورد. هدخل قيمة ايه؟ هدخل قيمة واسجلها في المتغير اللي عنوانه عبارة عن and value، اللي هو ال value، يعني المتغير اسمه value. الايرور اللي موجود هنا ايه؟ زي ما حضراتكم عارفين ان السكان اف ما بتدعمش ان انا اقول له ان الفلوتنج نمبر لازم يبقى 4 خانات عشرية، لا، التشكيل ده موجود في البرنت اف مش في السكان اف. يبقى دلوقتي لو حضرتك هتدخل قيمه فلوت هتقول له برسنتج اف بس. اوكي، طب بالنسبه ل الكود في الايتم رقم سي عباره عن ايه؟ بروح اقول له ده اف كونديشن، اف ان متغير اسمه جندر كان قيمته 1، وما دام مقارنه دبل ايكوال هي موجوده يبقى تمام ما فيهاش مشكله. برنت اف ان الجندر ده يكافئ وومن، واطبع على سطر، واطبع الوومن على السطر وانزل سطر جديد. else هتعمل برنت اف ان الجندر ده مش قيمته بواحد، معنى كده ان هو مان، تنزل على سطر جديد. طيب زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ايه الايرور اللي موجود، ممكن تبصوا كده وتشوفوا الايرور اللي موجود ايه على بال ما اكتبها انا. ادي الحل باللون الاحمر. زي ما حضراتكم ملاحظين ان مفيش قوس فتح وقوس قفل بعد الاف ولا بعد الالس، معنى كده ان الكود بتاع الاف عباره عن سطر واحد فقط اللي هو ده، عشان ده السطر اللي بينتهي بسيمي كولون بعديه، والالس برضه مفيش بعديه قوس فتح وقوس قفل. المفروض يبقى ده الكود بتاع الالس، بس علشان موجود هنا سيمي كولون زي ما سيدتكم شايفين كده، هيتم اعتبار ان السيمي كولون ده هو الكود بتاع الالس، وبالتالي ده نو اوبريشن، اوبريشن ما بتعملش اي حاجه. وده لوجيكال ايرور شهير، الاف ما بيبقاش بعديه سيمي كولون ولا الالس بيبقى بعديه سيمي كولون. يبقى لو مسحتها كده حضرتك صلحت الكود بتاعك. اوكي، يبقى كده السؤال الاول خلص. تعال نشوف السؤال الثاني عباره عن ايه. السؤال التالي عايزين نشوف what's wrong with the following while repetition statement. عندي while loop وعايزين نعرف ايه المشكلة فيها. اسيوم ان عندي متغير اسمه زد هيحمل قيمة 100، initially قيمته ب 100، which is supposed to calculate the sum
دلوقتي الوايل لوب دي هتبقى مطالبة انها تحسب السم للانتجرز للقيم الصحيحة في الرينج من 100 لواحد. يبقى انا عارف ان الزد انيشيال ب100، فالوايل لوب المفروض هتختبر هل الزد اكبر من او يساوي صفر. ايوه، هتروح تعمل ايه؟ هاخد قيمة الزد دي وازودها على الصم، وبالتالي المفروض دلوقتي انا حسبت على قيمة 100، المفروض اجيب قيمة 99. اجيبها ازاي؟ الصح دلوقتي، تعال ناخد الكود ده كوبي بيست ونعمله باللون الاحمر. الصح دلوقتي ما دام الوايل لوب ما فيش ليها لا قوس فتح ولا قوس قفل، هي بتشتغل على ستيتمنت واحد، اكنها بتعمل كده، بتحط قوس فتح بعد الكونديشن بتاعها وبتحط قوس قفل بعد اول ستيتمنت تليها، اللي هي اول ستيتمنت في اخرها سيمي كولون. لو هنشتغل كده هتلاقي ان على طول الزد قيمتها ب100. لما ترجع تختبرها تاني اجين انا اجين، على طول الكونديشن ده بيهولد، قيمته بترو، وبالتالي الوايل كونديشن الوايل لوب ده بيخش في انفينيت لوب لحد ما لا نهايه. المفروض زي ما انا عرفتكم قبل كده، لازم ولا بد ان احنا نعمل ايه؟ نأثر على قيمة الزد بحيث تكسر اللوب sometime. يبقى دلوقتي المفروض القيمة كانت ب100، المفروض هقول له الزد هي عبارة عن زد ماينس واحد، نقص وهات القيمة التي تليها اللي هي 99، اروح اختبر الاقيها اكبر من او يساوي صفر، تمام، اجمع ونقص بقى 98، اروح اختبر الاقيها اكبر من او يساوي صفر، تمام، لحد ما يبقى القيمة دي واحد. واحد اكبر من او صفر، مفيش ادنى مشكلة، اكبر من او يساوي صفر، ايوه، روح اجمعها ونقص تبقى سالب واحد، اروح اقول له هل السالب واحد اكبر من او يساوي صفر؟ هيقول لي لا، في الحالة دي اللوب دي كلها هتنكسر، واكمل شغل من اللاين اللي بعد كده لو في اي حاجة مكتوبة هنا. اوكي، بده السؤال رقم 2. جميل جدا. السؤال رقم 3، عايزين ندترمن the values of the variable product و x. عندي متغير اسمه product وعندي متغير اسمه x، عايز احسب القيمة بتاع البرودكت والقيمة بتاع المتغير x بعد ما هكالكوليت الامر ده. وهنأسيوم ان البرودكت كمتغير والاكس كمتغير قيمتهم initially ب5. اعملها ازاي يا جماعة؟ قال لك بكل بساطة، تعالى ناخد قلم من هنا ونكتب. بكل بساطة احنا عارفين ان الاكس ب5، وعارفين ان البرودكت بتاعها هرمز لها ب برضه ب5. جميل جدا. الامر ده بيعمل ايه؟ بيضرب البرودكت ايكوال ضرب يساوي، معناها هضرب قيمة البرودكت القديمة اللي هي 5، هضربها في ايه؟ هضربها في اكس بلس بلس. تعالى بقى، احنا لسه شارحين الجزئية دي في البارت الاولاني عندنا، هضربها في اكس بلس بلس. هل هيتم التعامل مع قيمة الاكس البدائية الاول ولا هزود اكس الاول؟ قال لك وانت ماشي لقيت قيمة لقيت المتغير اكس موجود اهو، ويليه عملية الجمع، يبقى هشتغل على قيمة الاكس العادية اللي هي 5، هيبقى القيمة التوتال بتاعتها 25، وبالتالي ال 25 دي هتروح تتسجل في البرودكت، وبعد كده هيتم زيادة الاكس بمقدار واحد، اصبح الاكس هيبقى عبارة عن ايه يا جماعة؟ هيبقى عبارة عن 5 زائد 1 اللي هو ايه؟ اللي هو 6. يبقى اذا بعد ما هخلص الستيتمنت دي وهيتم تنفيذها، البرودكت هتبقى ب 25 والاكس هتبقى ب 6. اوكي، طيب، جميل جدا.
اوكي طيب، يبقى نحلها، هنحل هنا ونقول ان البرودكت قيمتها هتبقى ب25 والاكس هتبقى قيمتها ب6. اوكي طيب جميل جدا، تعال نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع مطلوب مننا ان احنا نكتب statement بلغة السي علشان اعمل التاسكس البسيطة دي. التاسك الاولانية بتقول define variables sum and x to be integer. زي السكشن السابق هقول ادي اسم الكيورد اللي انا عايزها لتعريف متغيرات integer او int. المتغير الاولاني sum، كما المتغير الثاني اكس، لو في اي متغير كمان نوعيته انتجر ممكن اعمل لها ليستنج هنا، وفي الاخر احط سيمي كولون. اوكي طيب، بعد كده عايز انيشاليز الاكس لقيمه واحد، هقول له الاكس قيمتها بواحد، سوري لازم تبقى سمول، الاكس قيمتها بواحد. بعد كده عايز انيشاليز السم حط فيها صفر، حط فيها صفر. بعد كده هأد x to variable sum، هضيف قيمة ال x على المتغير sum and assign the result to the variable sum، وهعيد تخزين القيمة الناتجة في المتغير sum. يبقى هقول له sum equal sum plus x. بعد كده هبرنت a the sum is، الرسالة دي followed by the value from the variable sum. هعمل لها print ازاي؟ باستخدام امر printf، وهطبع السلسلة الحرفية دي the sum is، وبعد كده هجيب القيمة الناتجة بتاعة ال sum اعوض بيها هنا، ويبقى موصف التشكيل اللي هستخدمه في التعويض هو percentage دي علشان القيمة integer، واقفل هاي دبل كوتيشن واقول له كما هات المتغير اللي اسمه sum اعوض بيها هنا. اوكي طيب جميل جدا، تعال بقى حضرتك نشوف السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 بيقول ايه؟ بيقول combine the statements that you wrote in problem number 4، اللي احنا لسه كاتبينها دلوقتي، into a program that calculates the sum of the integers from 1 to 10. يبقى اللعبة دلوقتي احنا عملنا ايه؟ احنا عملنا ان الاكس كانت قيمتها بواحد هنا، وادي مخزن للجمع، جمعت الاكس اللي هي واحد على قيمة المخزن وخزنته تاني في المخزن. عايز قبل ما اروح اعرض السم هنا ارجع تاني اخلي الاكس تبقى باتنين، واشيل الانيشاليزيشن دي اطلعها بره، واجمعها على السم، وبعدين اخلي الاكس تبقى بتلاتة، وبعدين اجمعها على السم، واخلي الاكس تبقى باربعة، وبعدين اجمعها على السم. فقال لك بكل بساطة نعمل الكلام ده ازاي؟ نعمل الكلام ده ب while condition بكل بساطة، او سوري ب while loop. هكتب البرنامج بتاعي، تعال نكتب البرنامج، او تعال ننفذه على الكود بلوك على طول. اوكي احنا قلنا هيبقى عندي integer x حيث ان قيمته بواحد، و integer sum حيث ان قيمتها بصفر، وده المخزن. هروح اقول له انا عايز هعمل iteration، هعمل loop while ان ال x دي كانت قيمتها للزينر equal، عايز 10 قيم 10، يبقى من 1 ل 10. في الحالة ديت سيادتك هتعمل ايه؟ هتجيب ال sum القديمة، هتقول هي عبارة عن السم الجديدة بيساوي السم القديمة زائد قيمة x، وبعد كده هتقول له زود على x واحد، أو ممكن حضرتك تكتبها x بلس بلس، أو ممكن حضرتك تكتبها
بلس بلس اكس، مفيش ادنى مشكله. ماشي، يبقى كده هعمل ايه؟ القيمه الاولانيه بواحد، هل هي اقل من او يساوي 10؟ تمام، اجمعها على الصم، والقيمه اللي بعدها تبقى 2، وروح اختبر الاقيها لسه اقل من او يساوي 10، اجمع وهات اللي بعده لحد اخر قيمه، ما هتبقى ب 11. 11 اقل من او يساوي 10، يقول لي لا. في الحاله ديت انا هعمل print if الرساله بتاعتي دي sum is، وهجيب القيمه دي من المتغير sum، وتعالى نعمل compile zero error zero warning، تعالى نران الكلام ده، هيقول لك ان الصم بتاعهم بايه، ب 55. اوكي، تعال نكوبي الكلام ده وننسخه، نحطه في الحل عندنا. فين الحل عندي؟ سوري يا شباب، نروح تاني على الكود بلوك، هننسخ الكود ونحطه عندنا هنا، ويبقى ده الحل بتاعنا. اوكي، that's good. هنروح على السؤال السادس. السؤال السادس يا شباب، انا مديكم جزء من او برنامج صغير، وعايز اعرف هيطبع ايه البرنامج ده، هيطبع ايه شكل الاوتبوت، ايه بدون ما تعمله ران على الكمبيوتر. حضرتك ازاي تعود نفسك تشغل برنامج زي كده وتمشي مع الستيبس كلها بتاعته؟ طيب تعالى نجيب حاجة نشرح بيها. اوكي، تعالى نقول دلوقتي لون احمر مثلا، هيبقى عندي متغير اكس بواحد، ومتغير توتال بصفر، وعندي متغير اسمه واي، واروح اختبر هل الاكس اقل من او يساوي 10. الاكس دلوقتي بكام؟ بواحد. قال لك ترو، تمام. في الحالة دي هدخل جوه الواي اللوب، انفذ. هحسب ايه يا جماعة؟ هحسب قيمة الواي. الواي هتبقى عبارة عن اكس مضروبة في اكس، اكني بعمل ايه؟ اكني بجيب اكس سكوير. اكس سكوير يا شباب اهوت، بس في الحاله دي انا ما جبتش اكس سكوير، انا جبت 1 تو ذا باور اوف 2، 1 سكوير. اوكي، وخزنت القيمه دي في مين يا شباب؟ في الواي. ذاتس جود. بعد كده هطبع القيمه بتاعت الواي دي وانزل سطر جديد. يعني هطبع ايه؟ يبقى الطباعه هنا هطبع ايه؟ هطبع واحد، ما هو واحد تربيع بواحد، وانزل سطر جديد، هنزل اقف هنا عشان اطبع بعد كده. طيب وقيمة الواي دي اروح اخدها ازودها على المتغير توتال، المتغير توتال كانت قيمته بصفر، يبقى اذا دلوقتي المتغير توتال هيبقى فيه 1 سكوير. تعال نقول ان دي هو التوتال، توتال هيبقى فيه 1 سكوير، وازود الاكس، الاكس تبقى قيمتها بكام؟ ب2. واروح اختبر تاني هل 2 اقل من او يساوي 10، يقول لي ايوه لسه ما زالت اقل من او يساوي 10، ترو. ادخل جوه الواي اللوب، نفذ. الواي هتبقى عبارة عن 2 اس 2، سوري مش 2 اس 2، 2 في 2 ب4، اللي هو 2 اس 2 زي ما انا قلت. اوكي، هاخد القيمة بتاع واي دي اطبعها على السطر اللي تحت واحد، يبقى هنا هطبع قيمة 4. اوكي، واجمع القيمة دي اللي هي 2 اس 2 على اللي كان موجود في التوتال، يبقى دلوقتي التوتال موجود فيها حاصل جمع 1 اس 2 زائد 2 اس 2.
طيب كلام جميل جدا، تعال نكمل. زود الاكس، الاكس تبقى بتلاتة. نروح اختبر هل التلاتة اقل من او يساوي 10؟ ايوه. هات تلاتة في تلاتة بتسعة، اللي هي تلاتة اس اتنين، والتسعة دي هطبعها اهوت ببرنت اف هنا، يبقى هطبع تسعة واخد القيمة دي ازودها على التوتال، زودتها، هات الرقم اللي بعده اربعة and so on. يبقى دلوقتي هيعمل ايه؟ هيروح يجيب مجموع مربع الاعداد من واحد لحد ايه، اخر قيمة داخلة معايا 10 يا شباب، اوكي، وهيطبعهم تحت بعض، واحد اربعة تسعة، اللي بعدها اربعة اس اتنين ب16، اللي بعدها خمسة اس اتنين ب25، اللي بعدها لحد 10 اس 2، 10 في 10 بايه، ب100. هو هيطبع كده بالظبط، والقيم اللي في النص دي احنا عارفينها. بعد ما خلص هتلاقي ان الاكس الجديدة هتبقى ب11، ال11 مش اقل من او يساوي 10، يبقى الكونديشن ده هيبقى فولس، وبالتالي هروح انفذ اللي بعد الوايل لوب، اطبع the total is، اطبع هنا كده the total is، واجيب قيمة التوتال اللي هو دي كلها، هيكون هو حاسبها عنده ويجيب القيمة دي يحطها هنا جنبه ويبقى خلص. اوكي، جميل جدا. اوكي تعالى نمسح بقى الكلام ده. ونشوف السؤال رقم 7. السؤال رقم 7 بيقول يا شباب ان الدرايفرز اللي بيسوق عربية بيبقى هو بيهمه قوي استهلاك العربية، يهمه قوي هو قدر يقطع مسافة قد ايه ببنزين قد ايه، فيهمه حاجة اسمها المايلز. ده طبعا بره بيستخدموا مايلز في مثلا في UK، احنا هنا بنحب الكيلومتر. بير جالون او بير لتر زي ما احنا بنستخدمه، عايز يعرف هو قطع العربية بتاعته استهلاكها ريتها عامل ازاي. فالمفروض هتقرا سيادتك ايه اللي مكتوب هنا، بس علشان نختصر الموضوع شوية تعال نشوف السامبل بتاعنا البرنامج. المفروض ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتدخل، هتطلع الرسالة دي للمستخدم، enter the gallons used وسالب واحد، علشان لو دخلت قيمة سالب واحد يوقف عملية الإدخال. هتدخل حضرتك في التريب الأولانية كنت أنت مونت كام جالون، 12.8، مشيت بيها كام مايل، هتدخل القيمة دي 287، وهتحسب الحسباية، تقسم ال 287 على 12.8 قسمة صحيحة، مش قسمة، مش سوري مش قسمة صحيحة، قسمة كسرية عادية، قسمة عشرية، وتطلع القيمة دي مسبوقة بالرسالة ان المايلز بير جالون فور ذيس تانك ووز 22.421875. اوكي، وتقول له دخل تاني. فاذا الموضوع بيتكرر زي ما سيادتك شايف كده، يبقى في iteration، سوري while loop، وده الايتريشن الاولانيه، ودي الايتريشن الثانيه، ودي الايتريشن الثالثه، and so on. وعمليه الادخال طول ما حضرتك بتدخل قيم، تمام، عشان حضرتك تاند الموضوع تدخل قيمه سالب واحد. ايه اللي هيحصل بقى لما تدخل قيمه سالب واحد؟ زي ما حضرتك شايف اخد الافرج للتشغيله الاولى، والافرج للتشغيله الثانيه، والافرج للتشغيله الثالثه، جاب لهم الافرج، الاوفر اول افرج، اوكي سوري، هنا الريت والريت والريت، جاب لهم الافرج للثلاث تشغيلات. يعني عايز طول ما انا بلوب القيمه دي اجمعها على القيمه دي، اجمعها على القيمه دي، بهجيب الصم للمايلز بير جالون، وفي الاخر اكون انا عارف عدد التشغيلات اللي عندي اقسم عليها فاجيب الافرج. تعال نعمل لها البرنامج بتاعها. فالبرنامج بتاعها تعال نقول ان هيبقى عندي متغير مايلز ومتغير
تعال نشوف تاني متغير كان اسمه ايه، المايلز و والجالونز. اوكي، وتعال نشوف انا دلوقتي هيبقى عندي قيمة سنتينل هستخدمها للواي لوب. هو مشتغل على انهي قيمة سنتينل؟ مشتغل على قيمة الجالونز. لو قيمة الجالون اتدخلت بقيمة سالب واحد، معنى كده ان هنبريك اللوب. اوكي، فتعال نقول while ان الجالونز طول ما هي ما كانتش بسالب واحد، في الحالة دي القيمة دي هتبقى قيمة صحيحة. يبقى اذا ما دام انا هختبر قيمة الجالونز دلوقتي يا شباب، انا محتاج اعمل سكان اف او برنت اف هنا الاول، هطلع له الرسالة please enter ايه gallons مثلا، حاجة زي كده، وهعمل لها سكان اف، هدخل القيمة دي ببرسنتج اف واخزنها في اند جالونز، وهعمل نفس الكلام، هقول له اوكي. يبقى انا كده عندي الجالونز، وتعال نشوف الرام بتاعنا، ومثلا هقول له هنا ماينس 1 تو اند. اوكي، ماينس 1 تو اند. بعد كده لو القيمة دي كانت بسالب واحد، هو هي اند ويطلع بره اللوب هنا. انما لو القيمة مش بسالب واحد، معنى كده ان القيمة قيمة صحيحة، هطلع له رسالة كمان واقول له print f please enter the miles amount، وهقول له enter the miles amount وهستقبلها باستخدام scan f، والسكان اف برضو القيمة فيها كسر، فهقول له percentage اف عشان هي float، وهخزنها في and miles. أصبح دلوقتي القيمتين موجودين عندي، فأنا عايز أحسب الريت. الريت ده هيبقى برضو float، فبدل ما أعرفه هنا أنا ممكن أعرفه فوق خالص، float rate، وهقول له الريت ده عبارة عن ايه، عبارة عن ال كام مايلز بير جالون. فانا هقسم المايلز على الجالونز، والاسمة دي اسمها فيها كسر صح، علشان خاطر القيمة دي قيمة فلوت والقيمة دي كمان قيمة فلوت، فمش لازم اعمل لها كاستنج هنا. اوكي، that's good. عايز اعرض الريت بتاعي دلوقتي، فهنقول له print f مثلا in ال car rate the car consumption rate fuel consumption rate yes is، اجيب القيمة دي من الريت هنا. وانا كان ممكن كمان اروح اقول له هو عايز يعرض، لو عايز يعرض تشكيل معين اعرضه له. التشكيل المعين ده لا، هو اتنين هنا هتلاقي لو تلاحظ ان القيمة اللي بتتعرض ليها كام خانة عشرية، 2 4 6 اللي هي القيمة الديفولت، فبرسنتج اف كافية جدا انك تقدر تطلع لك القيمة دي.
طيب اوكي، تعال نكمل. زي ما قلنا دلوقتي هروح بعد كده، المفروض هعمل سكان اف تاني شبيه بده جوه الوايل لوب علشان ادخل قيمة جديدة ارجع بيها اختبر هل هي لا تساوي سالب واحد. روح دخل المايلز بتاعتها واقسم واعمل الحسبية بتاعتك كلها على بعضها. طب انا دلوقتي برضو محتاج يبقى عندي متغير اسمه سام وقيمته انيشيالي بصفر، علشان خاطر بعد ما هحسب الريت هقول ان السم هي السم القديمة زائد ريت، علشان بعد كده هيبقى عندي متغير اسمه average هيبقى عبارة عن قيمة السم اللي هي الفلوت مقسومة على العدد، والعدد ده هيبقى عبارة عن ايه يا شباب؟ تعال نقول هنا ان العدد عبارة عن integer number وهقول ان قيمته بواحد، او ثواني قيمته بصفر، واول ما هدخل جوه الوايل لوب هزودها number بلس بلس. اوكي، يبقى ده كل ما هعمل iteration هزود القيمة دي بمقدار واحد، يبقى في الآخر بعد ما هخلص الوايل لوب بتاعتي هيبقى عندي عدد المرات اللي أدخلت فيها قيم صحيحة، قيم مظبوطة، أقسم على النمبر ده ويبقى عندي الكود بتاعي تمام. بس زي ما احنا اتناقشنا السكشن السابق إن قيمة نمبر دي قيمتها صفر، ممكن الوايل لوب من الأول خالص ما يتنفذش فيها ولا iteration، وبالتالي هتلاقيني بقسم على قيمة صفر وده هيديني ران تايم ايرور. فلازم هقول له اف ان النمبر ده لا تساوي صفر، في الحالة دي اقسم زي ما سيادتك عايز وطلع الرسالة دي ان the average is على سطر جديد، واجيب القيمة بتاعتي اعوض بيها مكان ال percentage f، اجيب قيمة average اعوض بيها واقول له دي اخرة ال f، فقفلت ال f. وتعالى نرن build zero error zero warning، تعالى نرن هيقول لي دخل قيمة الجالونز مثلا 23.6، الاماونت اللي مشيت بيها 300 كيلو او 300 كيلو بالنسبه لي، المايلز غريبه عليا شويه. فبيقول لي ان الفول كونسامشن ريت از اهوت، دخل قيمه كمان. للاسف كان المفروض هنا انزل سطر جديد واطلع له رساله هنا فيها الديتيلز بتاعتي 22 والاماونت مثلا كده، لحد ما ادخل قيمة سالب واحد هيقول لي ان الافريج اهو. اوكي طيب اوكي، that's good. علشان نخلي الموضوع readable اكتر هنطلع الرسالة دي هنا تاني، نحطها هنا وتعالى نرن تاني ونشوف هل الكلام ده مظبوط ولا لا على سطر جديد، ونشوف الموضوع ده بيشتغل ازاي. الجالونز مثلا 20 بيمشيك 300، تاني 25 بيمشيك 400، مثلا 15 بيمشيك 250. لو حطيت قيمة سالب واحد هنا عشان أنت هيجيب الـ overall average هنا 15 زائد 16 زائد 16 على 3، فجاب القيمة دي. أوكي
looks good. تعالى يعني نكوبي السولوشن ده ونحطه عندنا في الفايل علشان لو طلبته الإجابة تبقى موجودة. هذه الإجابة موجودة عندنا خلاص في الفايل. تعال نشوف السؤال رقم 8. سؤال رقم 8 تعال نشرحه مع بعض، أنا مش هحله، حضراتكم ممكن تحلوا له نفس الفكرة. سؤال 8 بيقول إيه؟ بيقول إن ده سالري كالكوليتر، بيحسب الأجر بتاع أي عامل على أساس شوية conditions هيبلغها لنا دلوقتي. We will develop a program that will determine the gross pay for each of several employees. عندي موظفين وعايزين نحسب لهم السالري بتاعهم. The company pays straight time for the first 40 hours. يبقى الأول 40 ساعة الراجل ده بيشتغلهم في الأسبوع الـ company بتديله straight time، بتحاسبه على إن الساعة بساعة بحساب ساعة. And pays time and half for all hours worked in excess of 40 hours. لو اشتغل أي عدد ساعات فوق الـ 40 ساعة بتحاسبه إن الساعة بساعة ونص، ده الـ overtime بتاعه. You're given a list of employees of the company, the number of hours each employee worked last week, and the hourly rate of each employee. هيبقى عندك دلوقتي الداتا بتاع الامبلويز، طبعا الاسم ما فيهوش مشكله، احنا لنا دعوه بالحاجه اللي هنحسب بيها. فهيدخل لك طبعا من خلال الكيبورد، من خلال الكيبورد هيدخل لك ايه؟ هيدخل لك عدد الساعات اللي اشتغلها في اخر اسبوع، وأجره في الساعة كام، الـ hour rate بتاعه كام في الساعة. المفروض البرنامج بتاعك هيختبر لو عدد الساعات دي أقل من أو يساوي 40، جاست إن هو هيعمل إيه؟ هيضرب عدد الساعات في تمن الساعة ويطلع الناتج يعرضه، يبقى ده السالري بتاعه. طيب لو أزيد من 40 فهو هيعمل إيه؟ هيضرب عدد الساعات في 40، سوري، هيضرب، هيجيب 40 ساعة يضربهم في أجر الساعة عادي خالص، ويجيب الفرق ما بين عدد ساعات و40، يشوف أعلى من 40 في كام ساعة، ساعتين، ثلاثة، أربعة، يضربها في 1.5 من أجر الساعة. قال لك بكل بساطة ممكن تشتغل على كان في هنا ريليشن ممكن نستخدمها علشان نحل بيها، بس لو الريليشن مش موجودة ممكن تحسبها زي ما أنا قلت دلوقتي. و سامبل من البرنامج هطلع له الرسالة دي وتقول له برضو أدخل قيمة سالب واحد لو هتأند، عدد الساعات اللي اشتغلتها في الأسبوع كام، يقول لك 39، الريت بتاعها كام، هيقول لك $10 للساعة، فده كان 39 أقل من 40، هيضرب 39 في 10 هيطلع $390، وتقول له دخل تاني يبقى أدي وايل لوب كمان. عدد الساعات كام، تقول له 40، مثلا الريت كان كام، 10، 40 أقل من أساوي 40 تمام، يضربهم في بعض يطلع له السالري 400، ويطلع ويرجع تاني بالوايل لوب يكرر الكود تاني. عدد الساعات كام، مثلا 41، الريت كان 10، عمل ايه؟ عمل 40 في 10 ب 400، وجمع عليها فرق القيمة دي من 40 اللي هي ساعة واحدة اوفر تايم، هتنضرب مش في 10، هتنضرب في 10 في 1.5، يبقى هتديني 15، اجمعها على ال 400 يطلع ال 415، وفي الاخر لو دخل قيمة سالب واحد هي اوكي يا شباب. فده شبيه بالمثال اللي قبل كده على ابسط شوية.
ممكن حضراتكم تكتبوا الكود بتاعه بكل بساطة. بالنسبة لبقية الأسئلة، السؤال رقم 9 والسؤال رقم 10 و11 و12 والسؤال رقم 13، حضراتكم فكروا فيهم كده إزاي تقدروا تحلوهم باستخدام الديتيلز اللي انتوا أخدتوها حتى الآن لللوبس باستخدام وايل لوب. والمفروض بإذن الله هشرح لكم محاضرة الأسبوع ده في اللوبينج باستخدام الفور وباستخدام الدو وايل، وكمان في الكونديشن ستيتمنت باستخدام سويتش كيس. بعد ما هنشرح الكلام ده هنيجي نحل الأمثلة دي بطرق مختلفة، سواء لو ريبيتيشن وايل لوب هيبقى شكلها عامل ازاي، وفور لوب هيبقى شكلها عامل ازاي، لو في سيلكشن اف كونديشن هيبقى عامل ازاي، وسويتش كيس هيبقى عامل ازاي. يبقى المسائل دي هنأجلها نحلها مع بعض في السكشن القادم بإذن الله. شكرا جزيلا يا شباب، وأتمنى تبراكتس الكلام ده بإيديكم. شكرا.